شاء الله عز وجل ألا يكشف عنا هذه الغمة إلا بعد أن يكشف لنا فساد وعمالة وخيانة القضاء المصري الشامخ. هذا القضاء الذي دخل كطرف سياسي أصيل في لعبة سياسية، وهو خصم أو خصم سياسي، ليس حكما وليس عدلا، إنما هو خصم سياسي في لعبة سياسية، أو هو اللعوبة سياسية في يد العسكر. هذا القضاء نتبرأ منه جميعا ولا نحترمه أبدا. الأمر الثاني، بعض الحركات الشبابية الثورية التي بدأت الآن بعد 5 شهور من الانقلاب العسكري تنزل إلى الميدان، تبين لهم أنه انقلابا عسكريا غاشما بعد 5 شهور من القتل والذبح والحرق والاعتقال. هذه الحركات بعضها ينزل ليحقق مكاسب شخصية رخيصة بابتزاز سياسي، ويسمي نفسه يقوم بعمل نضالي ثوري. أي عمل نضالي ثوري مبني على شروط وابتزازات ومساومات، لا يساوم أحد على حرية الآخرين ولا على مطالبهم المشروعة. نرجو من الجميع التوحد والوحدة، نكسر حكم العسكر وشكرا. ملامح الشعب المصري كل يوم بتؤكد ان الشعب المصري ده شعب عظيم، شعب يحب الحرية، شعب يحب الكرامة، شعب لن يتنازل ابدا عن حقه ايا كان المغتصب، اذا كان محتل او اذا كان محتل داخلي مثل السيسي وامثاله واجنبي، فلن يرضخ الشعب المصري باي وسيلة كانت تم اختراعها او لم يتم اختراعها. الشعب المصري اصر واخذ القرار انه لن يتنازل عن الشرعيه، لن يتنازل عن العوده لاختيار الشعب واراده الشعب في كل امر تخص هذا الشعب العظيم، الشعب المصري. الشعب المصري، لا اتكلم ولا اقول ان الشعب المصري قد ضحك عليها او ما شابه، لا، الشعب المصري على علم ويقين تام ان من يخدعه ومن يعمل لصالحه. من يعمل لصالحه هو كان دكتور مرسي عندما لم يسرق ولم يقتل ولم يغلق قناة. ما أراه أيها الإخوة الأحباب في هذه الأيام ما هو إلا انقلاب عسكري مكتمل الأركان، يريدون كما يقول رب العزة تبارك وتعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأشار رب العزة تبارك وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة المباركة إلى الأفواه، لأن الأفواه كما نرى أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدين، كما نرى هي التي تتكلم، وهي التي تكذب، وهي التي تنافق، وهي التي تبرر القتل والاعتقال، وتبرر كل شيء لصالح أناس لا يستحقون العيش في أرض مصر المباركة التي أمنها رب العزة تبارك وتعالى في هذا القرآن. فنصيحتي لكم أيها الإخوة الأحباب في كل مكان على أرض مصر الطاهرة المباركة، الاتحاد، لأن في الاتحاد قوة، لأن في الاتحاد قوة، ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالتفرق فيه الفشل.